طيب خلونا نروح لجولة شاطئية من مدينة العلمين، استطلعنا فيها رأي المصيفين من الأسر وعرفنا منهم رأيهم وانطباعهم عن كل اللي شافوه في العلمين الجديدة. خلونا نتابع مع بعض. العلمين الجديدة طبعا لقيت كتير، البيتش طبعا احنا دايما هنا، حلو قوي، الفايبس فيه روعة، كل الفاسيلتي تقريبا موجودة، الستاف جميل قوي، يعني مبسوطين دايما وبنيجي هنا على طول. بالنسبة لي اتس اكستريملي ديفرنت، يعني حاسة حاجة تانية خالص. لا بجد نورت، نقدر نقول كده يعني. بالنسبة لحد بيجي هنا دايما، لا هي نورت جد. لا حلوة قوي، مبسوطة جدا بصراحة في البيتش والاكتيفيتيز كلها والمكان وكل الفاسيلتيز، يعني كل حاجة حلوة حلوة قوي. أكتر حاجة النظام والفاسيلتيز، يعني حاسة الموضوع لا متوضب فعلا بشكل كويس. النهاردة أول مرة أجي العلمين الجديدة، المكان ممتاز جدا صراحة، الفاسيلتي اللي موجودة كلها حلوة، يعني زي الحاجات اللي موجودة في بره. ف I like the place، مكان ظريف، الخدمة حلوة، attractive يعني. الأبراج طبعا ده جديدة في مصر ان احنا نشوف أبراج بالعلو ده، والشاطئ جميل، السيرفيس حلوة جدا، زي ما قلت لك هي حاجة جديدة لمصر، انا اول مرة اشوف المكان زي ده في مصر يعني. لا العلمين يعني احنا متابعينها من ساعة ما يعني مصر ابتدت تكبر فيها البيتش وتكبر فيها الاكتيفيتيز، بس السنة دي انا شايف الموضوع بقى احسن بكتير يعني من السنين اللي فاتت. شايف البيتش فاميليز شباب، يعني الموضوع اعتقد مناسب لكل الكاتيجوريز بتاعت الفاميلي، فلا يعني الموضوع انا شايفه في اكتيفيتيز لكل الناس اللي محتاجه تيجي العلمين، لا هتتبسط جدا يعني. تطور كبير في مصر يعني، المنظر العام في كل حاجه، لا الموضوع مختلف تماما، حتى البيتش والرمله والميه، الموضوع حتى يعني كساحل لا تحس ان بحر العلمين مختلف، ما اعرفش ليه. احنا هنا المنطقه كعلمين، البحر هنا عامه لسه كريستال كلير فيرجن اريا. احنا بنقدم كيدز بول، ادلتس بول، عندي الريستورنت، عندي الكيدز اريا، عندي دوج اريا، فاحنا مينلي بنتارجت الفاميليز، الاسر اللي موجوده في العلمين. بعدين انا شايف يعني الاتجاه عامه ان احنا المدينة فعلا بمقاييس عالمية، فاحنا بنحاول نبوش المكان ده يبقى أنظف وأحسن. بتعمل طبعا حركة لأن المكان بقى خلاص معروف، بقى مين لي ده هب للساحل الشمالي. وهو في السنتر في النص، فالناس كلها منجذبة ليه.